بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. محاضرتنا الرابعة بمادة الفسلجة الطبية راح نتحدث فيها عن خلايا الدم. أول نوع من الخلايا الموجودة بالدم اللي راح نتحدث عنها اليوم هي خلايا الدم الحمر الـ RBC. الـ RBC تمتاز بأنها تمتلك شكل قرصي أو مقعرة الوجهين. appears to be caved or almost flattened in the middle. الهدف من هذا الشكل البايكونكيف نسميه مقعرة الوجهين هو لزيادة المساحة السطحية الحاملة للأكسجين. بالإضافة إلى ذلك التقعر راح يمكنها من المرور خلال الأنابيب الشعرية الرقيقة جدا والموجودة داخل الرئتين. السيتوبلازم للكريات الدم الحمر أو نسميها الإريتروسايت راح يكون غني بصبغة الهيموغلوبين. طبعا الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين إلى موقعين بالارتباط، موقع يرتبط بالحديد وموقع آخر راح يرتبط بالأكسجين، وبذلك سبب الصبغة أو اللون الأحمر الموجود بكريات الدم الحمر يعود لوجود صبغة الهيموغلوبين اللي تكون responsible for the red color of the cells. الصفة البارزة لكريات الدم الحمر إنه كريات الدم الحمر الناضجة المشور تكون فاقدة للنواة. لاحظوا هنا طلاب شكل التقعر كريات الدم الحمر. هنا نهاية راح تكون قرصية شكل نسميها أو مقعرة الوجهين. تلاحظون هذا التقعر الموجود؟ أيضا من الوجه الآخر أو من الجانب الآخر راح يكون أيضا مقعر. الهدف من هذا التقعر هو لزيادة المساحة السطحية الحاملة للأكسجين، لأن الصفة الأساسية لكريات الدم الحمر هي نقل الأكسجين. الفانكشن لكريات الدم الحمر. كريات الدم الحمر تحتوي على صبغة الهيموغلوبين أو بروتين الهيموغلوبين اللي يكون مسؤول عن أو يساعد بعملية نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة خلال عملية الانتراسيلولار ريسبيريشن، عملية التنفس الخلوي. إذن وظيفة كريات الدم الحمر الأساسية هي عملية نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة. عمر كريات الدم الحمر الـ age of the cell. Life span of an erythrocyte is only 120 يوم. إذن عمر خلايا الدم الحمر تستمر لمدة 120 يوم. After which they are destroyed in the liver and spleen. بعدها راح يتم تحطيمها بالأعضاء الكبد والطحال. أما الأيرون الحديد الموجود بداخل كريات الدم الحمر راح يتم إعادته ويعاد استخدامه بواسطة نخاع العظم البون مارو. بسبب أنه البون مارو هو اللي يحتوي على الخلايا المولدة لخلايا كريات الدم الحمر، لذلك تعتبر الحديد من ضمن المواد الأولية التي تستخدم بعملية تصنيع كريات الدم الحمر. الهيموغلوبين، بس احنا ذكرنا أنه الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين موجود بداخل السيتوبلازم لكريات الدم الحمر. هذا الهيموغلوبين يتكون أو هذا البروتين يتكون من 4 وحدات. هاي ال4 وحدات كل وحدة منها بيها تحتوي على عنصر الحديد، ويتم الارتباط مع الأكسجين مكونة 4 وحدات من الأكسجين زائد الحديد. إذن هو بروتين مولكولار ويت وزن الجزيئي 64% موجود بداخل enclosed in the RBC، موجود بداخل كريات الدم الحمر. الميجر فانكشن إلى الوظيفة الأساسية إلى هي حمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة، بالإضافة إلى transport CO2 from tissue to the lungs، بالإضافة إلى نقل ثنائي أكسيد الكربون من أنسجة الجسم إلى الرئات. الهيموغلوبين أو نسميه الـ HB المختصر إلى هو عبارة عن globular molecules، جزيئات كروية الشكل، made up of 4 subunits، مكونة من 4 وحدات. each subunit كل وحدة منها contains a heme molecule أو نسميها جزيئة حديد، and polypeptide chain وكذلك سلسلة بيبتيدية.
مكونة من أحماض أمينية. تكمل الصفات جزيئة الهيموغلوبين الموجودة بداخل السيتوبلازم لكريات الدم الحمر، أو ما نسميها بالـ HB molecule، إنه تتكون من 4 ذرات من الحديد، عنصر الحديد بشكل هيئة فيروس أيرون، وهاي كل جزيئة، كل عنصر حديد راح يرتبط بجزيئة أو ذرة أكسجين. بالنتيجة فكل جزيئة هيموغلوبين اللي تتكون من 4 وحدات من الحديد راح ترتبط ب4 ذرات من الأكسجين وتصبح قادرة على نقلها. إذن so 4 oxygen atoms can be transported by each HB molecule، يعني كل جزيئة هيموغلوبين قادرة على نقل 4 ذرات من الأكسجين. عملية تكوين كريات الدم الحمر الـ RBC production نطلق عليها بعملية الإريثروبويسيس. الريد بلاد سيلز كريات الدم الحمر راح تفقد أنويتها lose nuclei upon maturation خلال عملية النضج، وتصبح بعدها مقعرة الوجهين اللي قلنا الهدف من التقعر لزيادة المساحة السطحية الحاملة للأكسجين بالإضافة لسهولة المرور خلال الأنابيب الشعرية الدقيقة الكابيلاريز الموجودة بداخل الرئات. إذن مصطلح تقعر الوجهين نطلق عليه الباي كونكيف. عموما كريات الدم الحمر راح يتراوح قطرها ما بين 7 إلى 8 مايكرومتر، والار بي سي ايضا نكرر المعلومة للأهمية انه تحتوي على صبغة الهيموغلوبين اللي تتكون قادرة على نقل الاكسجين من الرئات الى بقية اجزاء الجسم كالعضلات المسلز. لاحظوا هنا طلاب شكل جزيئة الهيموغلوبين الموجودة بداخل كريات الدم الحمر. هنا نهاية جزيئة الهيموغلوبين تتكون من 4 وحدات، كل وحدة أو سبيونت راح تتكون أو تحتوي بداخلها على جزيئة حديد أو عنصر الحديد الأيرون. هذا الأيرون من يرتبط بالأكسجين بذرة أكسجين راح نسميه، نطلق عليه مصطلح هيم. بالإضافة إلى الفرس آيرون احتواها راح تتكون كذلك تحتوي على سلاسل بابتيدية المكونة من أحماض أمينية. إذن هذا هو شكل جزيئة الهيموغلوبين المتكونة بداخلها من 4 وحدات، كل وحدة تتكون من عنصر حديد وسلسلة بابتيدية. هذا عنصر الحديد راح يرتبط بجزيئة أكسجين، ذرة أكسجين، بالنتيجة راح تصبح جزيئة الهيموغلوبين قادرة على نقل 4 ذرات من الأكسجين أو 4 جزيئات من الأكسجين. عملية تحلل كريات الدم الحمر الـ RBC degradation. Red blood cells are broken down and hemoglobin is released. يعني راح يتم تحطم كريات الدم الحمر. احنا شو وقت قلنا تتحطم؟ بعد ما يصير عمرها، بعد 120 يوم من مرورها بجهاز الدوران، بعدها راح تصير هرمة. كريات الدم الحمر الناضجة تكون فاقدة لأنويتها وتمر بعملية الانحلال، وبعد ما تتحلل راح يتم تحرر جزيئة الهيموغلوبين. These phagocytes separate HB into globin that globin to amino acids which can be used to synthesize other protein in the body. يعني خلايا الفاغوسايت، خلايا البلعمة الكبيرة الموجودة اللي قلنا عليها هي خلايا مناعية سابقا، تقوم بعملية الدفاع، تشترك بعملية الدفاع عن الجسم ضد الأجسام الغريبة، وكذلك تحلل الخلايا الهرمة الموجودة بالجسم. فبعد ما تقوم عملية تحليل كريات الدم الحمر راح ينفصل جزيئة الهيموغلوبين الـ HB وتنفصل إلى بروتين نسميه الجلوبين. هذا الجلوبين راح يهضم digesting إلى مكونات الأساسية المتكون منها اللي هي الأحماض الأمينية الأمينو أسيدز. إحنا مو قلنا أصلا جزيئة الهيموغلوبين متكونة من حديد ومن سلاسل بابتيدية؟ السلاسل البابتيدية هي عبارة عن
مجموعة أحماض أمينية which can be used to synthesize other protein in the body اللي راح تستخدم كمواد أولية لتصنيع باقي البروتينات الموجودة بالجسم. لأن البروتين هو أصله شنو؟ هو أصله أو مكونات الأساسية هي الأحماض الأمينية. أما الهيم أو نسميه الحديد فراح بروتين الهيم الموجود راح يمر بعدة تداخلات هاي أو يتعرض لعدة تغييرات كيميائية chemical change راح تؤدي بالنتيجة إلى طرحة excreted بشكل صبغة صفراء bile pigment بواسطة الكبد أو نسميه البيليروبين. إذن عملية تحلل كريات الدم الحمر إلى بواسطة الفاغوسايت خلايا البلعمة الكبيرة الموجودة بالجسم راح تحلله إلى مكونات الأصلية اللي هو الهيم الحديد اللي ينطرح عن طريق الكبد بشكل صبغة صفراء نسميها البيليروبين والباقي البروتينات الموجودة بالكريات الدم الحمر راح تتحلل إلى مكوناتها الأصلية اللي هي الأحماض الأمينية والتي ستكون مواد أولية لتصنيع باقي البروتينات الموجودة بالجسم. هذا شو وقت؟ هذا يتم بعد ما تكون كريات الدم الحمر تصبح هرمة ويتم التخلص منها يعني غير نافعة. أما النوع الثاني من خلايا الدم فهي الوايت بلاد سيلز أو نسميها اليوكوسايت. كمقارنة أو الفرق ما بين كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض فكريات الدم البيض راح تمتاز بأنه هي تكون أكبر من كريات الدم الحمر there are larger than erythrocyte have a nucleus راح تمتلك أنوية في حين كريات الدم الحمر قلنا عليها تكون الناضجة فاقدة للنواة and lack hemoglobin وراح تفتقد لصبغة الهيموغلوبين ولهذا يكون لونها أبيض الوايت بي سي لأنها لا تمتلك على صبغة أو لا تحتوي على صبغة الهيموغلوبين. They function in the cellular immune response. تكون وظيفتها بالاستجابة المناعية الخلوية. بينما وظيفة كريات الدم الحمر هي عملية نقل الأكسجين. They are made from stem cells in the bone marrow. راح تتكون من الخلايا الجذعية الموجودة بنخاع العظم. إذن مقارنة ما بين كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض أنه تكون الوايت بي سي أكبر حجم وتكون تحتوي على نواة أو أنوية وفاقدة لصبغة الهيموغلوبين ووظيفتها تكون مناعية بالاستجابة المناعية الخلوية. أما أنواعها لكريات الدم البيض فعندنا الحبيبية واللا حبيبية. نجي للحبيبية أو الحاوية على صبغات أو حبيبات بالسيتوبلازم راح نقسمها إلى ثلاث أنواع الجرانيولا ليوكوسايت الكريات الدم البيض الحبيبية راح تحتوي على جرانيولز حبيبات موجودة بالسيتوبلازم وراح تكون فوسس لوبت نيوكليد راح تكون أنوية مفصصة are formed in the bone marrow وتتكون بداخل نخاع العظم. نقسمها إلى ثلاث أصناف أو ثلاث أنواع ثانوية اللي هي النيوتروفول والبيزوفول والإزينوفول يعني المتعادلة النيوتروفول والبيزوفول القاعدية والإزينوفول الحامضية أو الحمضة. هسه القعدة أو القاعدية النيوتروفول their nuclei تكون نواتها تحتوي من 2 إلى 6 لوبس يعني مكونة من فصين إلى 6 فصوص ومرتبطة فيما بينها connected بواسطة very thin strands بواسطة أشرطة رقيقة جدا. السيتوبلازم مالتها راح يكون محبب contain granules stained which أو with acid and basic stain مع صبغات حامضية وقاعدية. الفاغوسايتك foreign substances which release راح تساهم عملية البلعمة ومهاجمة الخلايا الغريبة من خلال تحرير اللايزوسايم اللي هي الأنزيمات الحالة اللي راح تحطم الخلايا الغريبة الفورين سيل اللي من ضمنها البكتيريا اللي
تخترق الجسم. إذن النوع الأول اللي هو النيتروفولز اللي تكون محببة وتكون نواتها مفصصة من فصين إلى 6 فصوص ومرتبطة فيما بينها، والسيتوبلازم ده يحتوي على حبيبات تكون حامضية وقاعدية تتصبغ وكذلك تشترك بعملية الدفاع عن الجسم من خلال تحرير الأنزيمات الحالة اللي تحطم الخلايا البكتيرية. نجي إلى النوع الآخر من الكريات الدم البيض الحبيبية اللي هو البيزوفولز. البيزوفولز أو القعدة أو القاعدية their nuclei النواة مالتها تكون بيها فصين باي لوبت or irregular in shape أو يكون شكلها غير ثابت أو غير منتظم، موجودة بشكل تشبه حرف S. السيتوبلازم مالتها راح يحتوي على granules حبيبات، تكون هاي الحبيبات متغايرة بالحجم variable in size وتتصبغ stain blue black بصبغات سوداء مزرقة، والبيزوفولز ليف الكابيلاريز راح تكون هذا النوع من كريات الدم البيض راح يترك الشعيرات الدموية بجهاز الدوران ويدخل للأنسجة ويحرر البريت، يعني معناها تحرر مادة الهيبارين والهستامين والسيروتينين. إذن النوع الثاني من الكريات الدم البيض المحببة اللي هي نسميها البيزوفول اللي تكون نواتها بشكل أنجرانيولار لوكوسايد، الكريات الدم البيض الغير حبيبية اللي هي النوع الآخر من الوايت بي سي. These haven't granules in the cytoplasm. إذن هذا فرق أساسي ما بين كريات الدم البيض الحبيبية واللا حبيبية. اللا حبيبية تكون لا تحتوي على حبيبات بالسيتوبلازم وتكون نواتها round nucleus large، تكون نواتها كبيرة مستديرة. And they are formed in the lymphatic tissue وراح تتكون بالأنسجة اللمفاوية. إذا من الفروقات الأساسية بين الكريات الدم البيض الحبيبية واللا حبيبية أنه الحبيبية تكون شبيهة لتحتوي على حبيبات بالسيتوبلازم وأنويتها تكون مفصصة وتتكون بداخل البون مارو، بينما اللا حبيبية تكون غير حاوية على حبيبات بالسيتوبلازم ونواتها تكون كبيرة مستديرة وتتكون بالأنسجة الليمفاتيك تيشو الأنسجة الليمفاوية. بيها نوعين، هسه هناك قلنا الحبيبية بيها 3 أنواع اللي هي البيزوفول والإيزوفول والأسيدوفول. هنا بيها نوعين اللي هي الليمفوسايت والمونوسايت. الليمفوسايت have a large round nucleus and are not phagocytic، يعني تكون تمتلك نواة كبيرة مستديرة وغير تكون غير بلعمية. They are function production of antibodies، وظيفتها إنتاج الأجسام المضادة. الأنتيبوديز هي الأجسام المضادة اللي تدخل بعملية الدفاع عن الجسم. النوع الآخر اللي هو من كريات الدم البيض الغير حبيبية اللي هي المونوسايت. المونوسايت they attack bacteria and help in tissue repair after damage، إذن تساعد بالهجوم على البكتيريا والقضاء عليها، كذلك تساعد الأنسجة بإصلاحها من الضرر. They can leave the circulation and swell very much to become macrophages. It has kidney shape nucleus. إذن إنه هي تمتلك قابلية مهاجمة البكتيريا وتساعد على إصلاح الأنسجة المتضررة، بالإضافة إلى ذلك أنه هي تترك جهاز الدوران وبإمكانها أنه تتضخم وتنتفخ لتصبح خلية بلعمية ماكروفيج، وشكل نواتها تكون مميز يشبه الكدني يشبه الكلية. إذن من الصفات المميزة للمونوسايت أنه كيفية تمييزها عند ملاحظتها تحت المجهر انه نواتها تكون بشكل كدني شيب، وهاي صفة مميزة للمونوسايت، بالاضافة انه تكون غير السيتوبلازم غير حبيبي. هسه بعد ما خلصنا كريات الدم البيض انواعها اللي هي الحبيبي اللي بيه 3 أنواع ثانوية واللا حبيبي بيه نوعين يكون لمفوسايت ومونوسايت، هسه ننتقل
إلى النوع الثالث من خلايا الدم اللي هي الثرومبوسايت أو البلايتلتس أو ما نسميها بالصفائح الدموية. الصفائح الدموية تكون دقيقة، حجمها من 2 إلى 4 مايكرومتر، وتكون تتشكل أو تتكون بداخل البون مارو وتتلاشى eliminated from circulation من جهاز الدوران بواسطة الماكروفيج. إذن يتم التهامها أو تحللها بواسطة خلايا البلعمة الكبيرة وين بالليفر والسفلين بداخل الكبد والطحال. والبليتس وظيفتها هي repair damaged blood vessels، تقوم عملية إصلاح الأنسجة أو الأوعية الدموية المتضررة. وكذلك دورها المهم الفانكشن مالتها هي بعملية تخثر الدم initiated blood clotting. إذن دورها الرئيسي بعملية تخثر الدم، بالإضافة إلى ذلك تقوم بعملية إصلاح الأوعية الدموية المتضررة. لاحظوا هنا طلاب، هنا صورة لخلايا دموية تحت المجهر. تلاحظون راح تبين لنا هاي الصورة أحجام الخلايا الدموية بالإضافة إلى أشكالها. إذا لاحظتوا الخلايا أو الخلية لونها أحمر فهاي راح تمثل لنا RBC. لاحظوا كيف تكون قرصية الشكل وتصطبغ بصبغة حمراء، وبالنسبة لحجمها راح يكون أصغر من خلايا الدم البيض. أما خلايا الدم البيض الوايت بلاد سيل اللي هي خمس أنواع، اللي ثلاثة منها تلاحظون السيتوبلازم يكون محبب، وطبعا يصطبغ بألوان مختلفة كل وحدة حسب الألوان اللي قلنا تصطبغ بها السيتوبلازم، بالإضافة إلى أنويتها اللي تكون مفصصة. والنوعين البقية اللي هي الليمفوسايت والمونوسايت، لاحظوا المونوسايت يكون شكل النواة مستدير كبير يشبه الكلى كيدني شيب، هاي صفة مميزة إلها. والليمفوسايت تكون نواتها مستديرة ويكون حجمها أصغر من المونوسايت. بالإضافة إلى ذلك آخر واحد اللي هو البليتلس الصفيحات الدموية، شلون تكون حجمها صغير جدا مقارنة بباقي الخلايا، وشكلها يكون تقريبا مغزلي الشكل ومتجمعة. فهاي مقارنة واضحة تبين لكم أشكال الخلايا وأحجامها. أما هذا الجدول فهو راح يكون جامع لكل أنواع خلايا الدم، وكل خلية راح يبين عددها وعدد الخلايا بالمايكروليتر الواحد بالدم، بالإضافة إلى الوظيفة. اللي أريد منكم أنه تحفظوا لي الوظيفة لكل خلية. يعني هنا عندنا الأرثروسايت أو نسميها كريات الدم الحمر، تكون وظيفتها هي O2 and CO2 transport، يعني ملخص لنا الوظيفة بشكل أهم المصطلحات الموجودة بها، اللي هي عملية نقل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. اليوكوسايت اللي هي الجرانيولز اللي تكون الحبيبية، اللي النيوتروفول أول وحدة تكون وظيفتها بالبكتيريال فاغوسايتوسيس، عملية التهام الخلايا البكتيرية. الإزينوفول تكون وظيفتها كل الباراسيتيك وومز، قتل الطفيليات والديدان وتحطيم الانتيجين انتيبادي كومبلكس. عندنا البيزوفول القاعدة تكون ميديات انفلاميشن هيبارين، تتوسط عملية الالتهاب. إذا تتوسط ميديات انفلاميشن الالتهاب، بالإضافة إلى الهيبارين إفراز مادة الهيبارين. اليوكوسايت الجرانيولوسايت اللي هي اللا حبيبية، فتكون بها نوعين، الليمفوسايت اللي تكون سيلولا أور أنتيبادي دايركتد إميون ريسبونس، اللي تشترك بعملية الاستجابة المناعية الخلوية، والليمفوسايت اللي هي النوع الآخر. المونوسايت هنا راح تكون عندنا تكون عملية الفاغوسايتوسيس وديفلوب انتو ماكروفيج، راح تتطور راح تشترك بعملية البلعمة وتتطور إلى تصبح ماكروفيج بلاعم كبيرة. عندنا آخر نوع من الخلايا الدموية اللي هي الصفيحات الدموية البليتلتس،
اللي راح تشترك بعملية تخثر الدم الـ blood clotting و seal blood vessel tears وإصلاح الأوعية الدموية المتضررة. إذا أأكد هنا بهذا الجدول راح تحفظوا لي أنواع الخلايا ووظائفها. طلاب هسه بعد ما أكملنا خلايا الدم وأنواعها ووظائفها راح نتكلم عن الجهاز الشبكي البطاني الروتيكولو إندوثيليال سيستم. الروتيكولو إندوثيليال سيستم removes dead or abnormal cells, tissues and foreign substances from their circulation in the healthy persons. وظيفة الجهاز الشبكي البطاني هو إزالة الخلايا الميتة الغير طبيعية والأنسجة التالفة بالإضافة إلى المكونات الغريبة عن جهاز الدوران بالأشخاص الأصحاء. is formed of phagocytic cells that are found in the circulation and tissues. راح يتكون من خلايا الفاغوسايتيك الموجودة بجهاز الدوران والأنسجة. الجهاز الشبكي البطاني راح يتكون composes من المونوسايت من خلايا الوحيدة of the blood macrophage in the connective tissue lymphoid organs bone marrow bone liver and lungs. يعني الجهاز الشبكي الوعائي أو البطاني راح يتكون من الخلايا المونوسايت الموجودة بالدم والماكروفيج اللي تكون موجودة بالأنسجة الضامة ومن الأوعية اللمفاوية أو الأعضاء اللمفاوية ومن نخاع العظم والعظام والكبد والرئات. هاي مكونات الجهاز الشبكي البطاني، وقلنا الجهاز الشبكي البطاني وظيفته تخليص الجسم من الخلايا الميتة والهرمة والأنسجة التالفة بالإضافة إلى المكونات الغريبة الداخلة للجسم كالبكتيريا والفيروسات وغيرها من الفورين سبستانسز. الكومبوننت المكونات ده يتكون من خلايا المونوسايت وين موجودة؟ الموجودة بالدم، لكن هاي الخلايا من تدخل الأنسجة راح يتغير اسمها إلى الماكروفيج إلى خلايا الضامة أو البلاعم. الخلايا الماكروفيج الاسم مالتها راح يختلف ويتغير من عضو إلى آخر، راح تكتسب اسم النسيج المكون للعضو. مثلا الماكروفيج الموجودة بالسكن راح نسميها الهيستيوسايت، والموجودة بالكبد راح نسميها كبر. لاحظوا هنا طلاب حسب المخطط وظيفة الجهاز الشبكي البطاني الخلايا الموجودة به راح تكون من نوع الفيكست والموبايل. الخلايا الفيكست الثابتة راح often remain fixed to their organs. They filter and destroy objects which are foreign to the body such as bacteria and viruses. يعني الخلايا الثابتة الموجودة الغير متحركة بالأعضاء تكون وظيفتها تصفية وتدمير الأشياء أو الأجسام اللي تعتبر غريبة عن الجسم مثل البكتيريا والفيروسات. أما الخلايا الموبايل المتحركة اللي تفتر بجهاز الدوران some macrophages are mobile and they can group together to become one big phagocytic cell in order to ingest large foreign particles. يعني راح تكون وظيفتها انه تكون تبحث عن الاجسام الغريبة اللي داخلة للجسم، وعادة هاي الخلايا راح تتحرك سوية together لتكون big phagocytic cell خلية بلعمية كبيرة لهضم ال particles الاجسام الغريبة والسيطرة عليها. اذا وظيفة الجهاز الشبكي البطاني تكون حسب نوع الخلايا، إذا كانت ثابتة فتكون هي مستقرة بالأعضاء ووظيفتها تحطيم وتصفية الأعضاء من الأجسام الغريبة، وإذا كانت متحركة فأيضا هي نفس الشيء هم يعني وظيفتها هضم وتحطيم الأجسام الغريبة لكن بشكل متحرك، وعادة تكون together تتحرك سوية لتشكل خلية كبيرة اللي هي big phagocytic cell لتكون قادرة أو تكتسب الإمكانية لهضم اللي هي ingest معناها هضم larger foreign particles الأجسام الغريبة.
هسه بعد ما بينا انواع الماكروفاج، قلنا هي مونوسايت بداخل البلد بداخل الدم، لكن من تذهب للأنسجة نسميها الماكروفاج، راح تسمى بحسب النسيج المكون للعضو. يعني نسميها بالكبد بالكفرد سيل، نسميها بالمايكروغليا بالبرين بالدماغ، الخلايا الدبقية الموجودة بالدماغ، نسميها بالريتيكولر الشبكية أو داخل الليمف نود الأوعية الدموية أو عفوا الأوعية اللمفاوية، والنخاع العظم البون مارو والسبلين الطحال. كذلك نسميها بالتشو هيستوسايتيك، وين بالسكن الجلد، نسميها بالألفيولا بالخلايا السنخية بداخل اللانكس الرئات. أما الليمفويد أورغانز الأعضاء اللمفاوية فراح تتكون من ثلاث أعضاء اللي هي الثايموس الخلايا الدرقية والليمف نودز الأوعية اللمفية والسبلين الطحال. نجي إلى وظائف الطحال in function of spleen. الطحال هو يعتبر مكان لتصنيع مكونات الدم أو نسميها بالهيماتوبويسز. كذلك الطحال هو المين سايت فور destruction of RBC old and abnormal، هو نسميها مقبرة الجسم أو مكان تحطيم، المكان الرئيسي لتحطيم كريات الدم الحمر وكذلك الخلايا الغير طبيعية. كذلك هو موقع البلد فلترد، موقع تصفية الدم، وبالإضافة إلى ذلك يكون ريسيرفر للثرومبوسايت والإماتشور إريثروسايت، يكون مخزن المن للصفائح الدموية والكريات الدم الحمر الغير ناضجة. بالإضافة إلى ذلك هو مواقع للآيرون لإعادة تدوير الآيرون الريسايكل أوف آيرون ستورج أوف آيرون، كذلك هو مخزن رئيسي للحديد. فهاي هي الوظائف الخمسة الأساسية للطحال اللي يعتبر هو أحد الأعضاء المكونة للأعضاء اللمفاوية.